15 يوم في ثلاث سنين من الثوره دي، 25 يناير لغايه دلوقتي ما بتعبرش محمد محمود غير على ان السياسه الداخليه الطمعيه اللي بتتكسر بيها الشعب بطاقه الداخليه على الشعب، وان هي واسلحه ليهم، وان الداخليه بتخدم سياسات رجال مبارك وسياسات طبق الحكم بتاعت مبارك، اللي حتى لو اختلفوا بقى في فتره ثانيه في الفتره الاولى السنه اللي فاتت محمد محمود كانوا الاخوان المسلمين كانت بتخدم الداخليه برضه بطبق الحكمه. يمكن عدد الشهداء الكبير اللي كان في محمد محمود 2011 19 نوفمبر، عدد المصابين، كميه الغاز اللي اتضربت اللي كانت غازات ممنوعه، ممكن اقل قنبله احدث قنبله ما انتهت الصلاحيه من سنه 95 على الاقل، في كمات في 2012 في الفكره الاولى لمحمد محمود. دلوقتي السنه الثالثه للثوره التيتي والدوله العسكريه عايزين يجمعوا الثوره، عايزين يفكوا الثوره دعوه الحرب على الارهاب، وعايزين ننسي كل الناس حاجه ليها علاقه بمحمد محمود. بل والابجح ان المجلس العسكري بقياده السيسي نفسه يدعو الناس لتأبيد شهداء محمد محمود اللي هم قتلوهم في 2011 في 19 نوفمبر. ابدا محمد محمود هتفضل محمد نضاليه كبيره ضد الداخليه وضد العسكر وضد سلطتهم القمعيه، وابدا الثوره مش هتنهزم على ايد السيسي او اعوانه او على ايد الاخوان او على ايد الداخليه ورجال مبارك ونصر الثوره.